جلسة جديدة من جلسات البرلمان العربي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية. المناقشات دارت حول مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. القضية الفلسطينية شغلت الحيز الأكبر من الاجتماع، إذ طرح البعض من المشاركين مجموعة خيارات في إطار التصدي للمحاولات الأمريكية الرامية إلى تصفية قضية فلسطين، بينها مقاطعة المنتجات الأمريكية. يخطئ من يعتقد أن الانقسام هو فلسطيني فلسطيني. هذا للتضليل. لولا عوامل الدعم المادية والمعنوية والسياسية لانتهى الانقسام منذ زمن طويل. كما ناقش البرلمان الأوضاع في العراق ونزع الألغام في اليمن والأزمة السورية، حيث أكد الحضور على ضرورة الحل السياسي لكافة أزمات المنطقة، وسط حضور هو الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الذي شدد على ضرورة التنسيق العربي لمكافحة الإرهاب عبر الدعوة لتشكيل لجنة تتولى إعداد قانون لمكافحة الإرهاب. إن من كان في منأى عن الإرهاب في سابق الأيام لن يكون في منأى عنها في مقبلاتها، وهي حقيقة تدعونا إلى وضع برنامج عربي واسع وشامل للقضاء على الإرهاب بشقيه، المسلح والفكري والإعلامي. ويرى متابعون أن أداء البرلمان العربي تطور كثيرا حتى بات يعكس تطلعات الشعوب العربية. هذه مواقف شعبية لو تم تطبيق جزء منها ستشكل قيمة مضافة للمواقف العربية الرسمية التي تأخذ جانب الحذر في التعبير عن حدة المطالب الشعبية. إذن هي حالة إيجابية كما يصفها مراقبون، تستلزم أن يتبعها مزيد من الخطوات التي تعيد للعرب ريادتهم. تتواصل الجهود المبذولة من البرلمان العربي للإبقاء على القضية الفلسطينية حية، وذلك من خلال العديد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء البرلمان، مقترحات يرون أنها ستكون سببا في خدمة قضية العرب الأولى. أحمد مصطفى الغد، القاهرة.